مرحبا أصدقائنا محبي قناة التعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. اليوم أصدقائنا سوف نكتشف السر وراء أحد الأبواب الكبيرة لمصانع السجائر في العالم وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يقدر أن 28.3 مليون بالغ فقط في الولايات المتحدة الأمريكية يدخنون السجائر. لكم أن تتخيلوا هذا العدد الكبير في العالم، بينما يستخدم الطلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة منتجا واحدا من منتجات التبغ على الأقل. ما الذي يجعل السجائر مغرية جدا؟ سنتوجه إلى المصنع لنكتشف معا كيفية صنع السجائر. دعونا نقول لكم أولا بأننا لا نشجع على استخدام السجائر لأن مخاطرها أكثر مما تظنون. قبل ظهور أوراق نباتات السجائر الحديثة، كانت تستخدم منذ العصور القديمة في شعوب المايا والأزتيك. يستخدمونها منذ آلاف السنين، حيث أن أوراق التبغ في القرن السادس عشر استوردت من أوروبا وأدخلته إلى أمريكا عن طريق الاستكشاف. في البداية تم استخدامه لأغراض طبية وترفيهية، وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت السجائر عنصراً أساسياً في الثقافة والاستهلاك الأمريكي، إلا أن الأبحاث العلمية كشفت عن مخاطرها الصحية، مما أدى إلى بذل جهود لتقليل استخدامها. كيف يتم تصنيع السجائر؟ تبدأ الرحلة في منطقة فلايتلاند بولاية نورث كارولينا، حيث فصل الربيع. يملأ العمال المهرة الصواني بالتربة في منطقة الحضانة، وتقوم هذه الآلة أوتوماتيكيا بتوزيع البذور بالتساوي على التربة. تمتلئ الصواني الآن بالبذور داخل الدفيئة. بعد 7 أسابيع في الحضانة، تكون الشتلات جاهزة للزراعة بواسطة آلة تقوم تلقائياً بزراعة الشتلات في التربة، حيث تتلقى رعاية يومية. تنمو بطول يشبه طفلاً يبلغ من العمر 5 إلى 6 سنوات. في يوليو تبدأ نباتات التبغ في الازدهار، مما دفع المزارعين إلى قيادة آلات القطع عبر المكان والحقول لإزالة قمم النباتات لزيادة تركيز العناصر الغذائية في الأوراق. يقوم المزارعون في نفس الوقت برش مثبطات النمو على النباتات. بعد شهر تتحول نباتات التبغ إلى اللون الأصفر، مما يشير إلى أنها جاهزة. للحصاد هناك آلات للحفر تحفر عميقا في التربة وترفع النباتات وتنقلها إلى صناديق على الشاحنات. الطقس هذا العام مناسب نسبيا، لذلك يحصل المزارعون على محصول جيد. بمجرد امتلاء الصناديق يتم نقل جميع النباتات إلى شاحنة أخرى. في ختام يوم الحصاد
والعودة إلى المستودع لإجراء عملية التجفيف. يتم سكب الأوراق الموجودة على الشاحنة على حزام الناقل. تسقط أوراق التبغ المجففة في حاويات السلسلة الكبيرة. بعد نقلها إلى غرفة التخزين، يتم حرق الخشب تحت الأرضية لتوليد الحرارة، وذلك للتجفيف. تستغرق هذه العملية عادة ما بين 5 إلى 8 أسابيع قبل نقل الأوراق إلى مصنع السجائر. يتم بعد ذلك نقل الأوراق المجففة إلى آلة الضغط لضغطها في حزم مربعة أنيقة وهي معالجة. يتم إرسال أطنان من التبغ المجفف إلى مصنع المعالجة، حيث تبدأ رحلة السيجارة عند استلام أوراق التبغ الخام. الخطوة الأولى في المعالجة هي فرز هذه الأوراق على أساس نوع وحجم وجودة كل واحدة منها. مرة واحدة يتم طهي الأوراق شديدة الجفاف أو فرزها على بخار قليل وترطيبها لجعلها مرنة. يتم تمرير الأوراق المشروطة التالية من خلال آلة تجريد لفصل أوراق التبغ عن المراق. بمجرد تجريد التبغ والأوراق جاهزة للمزج، اتبع ذلك بتقطيعها إلى قطع صغيرة جداً. عملية التصنيع للسجائر سريعة الخطى وعالية الكفاءة. هذه الآلة تمكنك من تصنيع 20,000 سيجارة في الدقيقة. أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا أننا لا نشجع تناول السجائر لأنها مضرة بالصحة، فقط لتعرفوا كيف تصنع. نلتقي غدا في حلقة جديدة وموعد جديد وعلى نفس القناة، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء، نحبكم. باي باي.